السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحب أقدم نصيحة مهمة لأصحاب الزيارات العائلية، لأنه في ناس كثير تغلط بالذات وقت تقديم الزيارة العائلية وتنزل عليهم غرامات بسبب الرفع الغلط أو التأمين أو يكون ما سدد الرسوم. طبعا أي واحد عنده زيارة عائلية، أنت لسه دخلت من اليمن تشوف حقك التأمين، إذا كان التأمين فعال يعني أمورك سليمة، يعني لما تنتهي التأشيرة لما تجي وقت التجديد الأول والتأمين الأول فعال، فانت لما تروح تعمل تامين ثاني يربط معك على طول وتجدد طبيعي. لكن الذي يطلع حقه غير فعال، طبعا التامين حق اليمن يكفي، صح انه مكتوب سنه بس هو ينفعك للثلاثه الاشهر الاولى فقط. بعد الثلاثه الاشهر الاولى لازم تعمل تامين جديد هنا في السعوديه ولمده سنه، لان احيانا لما تعمل تامين لمده ثلاثه اشهر يجي لك رفض بسبب انه يكون ناقص يوم. تامين ثلاثه اشهر احيانا يكون 89 يوم، وهم مطلوب منك انه يكون 90 يوم التامين. فنصيحة انك دائما تكون تعمل التأمين لمدة سنة وتريح نفسك لسنة كاملة، تعمل تأمين لمرة واحدة طول السنة كاملة، هذا اذا كان فعال. اما اذا كان تأمينك غير فعال، فاول ما توصل السعودية تشوف تشيك، اذا كان غير فعال، اذا كان شركة اتحاد الخليج تتواصل معهم علشان يفعلوا، اذا تفعل خلاص يعني لما تعمل تأمين جديد بيربط معك. اذا كان شركة الدرع العربي يتواصل معهم علشان يحدثوه، اذا كان الشركة العربية يتواصل معهم علشان يحدثوه، او شركة التعاونية، اي شركة، او الدرع العربي، اي شركة تواصل معهم علشان يفعلوا. اذا ما قدرت تتواصل معهم او صعب عليك او طالت المدة، اروح لمجلس الضمان الصحي ويعطيهم رقم التأشيرة، بيشوفوا منك، بيشوفوا رقم التأشيرة وبيأخذوا رقم التأشيرة وبيحدثوا لك البيانات. بعد ما يحدثوا البيانات، هذه بالنسبة للذي يطلع له غير فعال او ليس لديك تأمين، بيأخذوا منك رقم التأشيرة وبيعملوا تفعيل. فخلاص انت بعدين تروح لاي مكتب خدمات، تروح تعمل تأمين يدوي، اول ما يعمل لك تأمين يدوي بيربط معاك وبيطلع لك التأمين، حينها خلاص تقدم من تواصل. طبعا تسدد الرسوم 100 على كل واحد اللي هي حق الجوازات، طبعا تدخل من الراجحي او من صرافة حقك، تدخل سداد مدفوعات حكومية، بعدين تروح ادارة الاجانب، بعدين تعمل تمديد تأشيرة زيارة، بعدين بيطلب منك رقم الحدود، تدخل رقم الحدود بيطلع لك المبلغ 100 ريال، اعمل سداد، وبعدين ترفع من تواصل، تدخل الى ابشر حقك وبعدين من تواصل وترفع الطريقة هذه من تواصل، وكذا تكون سلمت. طبعا المدة هي 7 ايام ومعهم 3 ايام احتياط. في البعض يقدم، لا تقدمش متأخر، احيانا انت اذا قدمت الطلب حقك متأخر ما بتلحقش من زحمة الطلبات وبتنزل عليك غرامة. اذا قد طلبك 4 ايام ولو 5 ايام ما ردش عليك، انت بتروح تلغيه وتعمل طلب جديد، لانه بيرجع الطلب حقك متاخر وما بيردش عليك وبتنزل عليك غرامه. قدم طلب خلاص انتظر. حبيت اوضح لكم هذا الشيء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.